ثانية تعالوا بقى دلوقتي نروح مع بعض على فرع النادي الأهلي بمدينة نصر مع زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هيكون ليها لقاء مع سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، وفرصة كويسة جدا عشان كلنا نتعرف بقى على كل التفاصيل المتعلقة بإنشاء جراج أهلي مدينة نصر، وده ملف في منتهى الأهمية والانتهاء منه، والتحدث طبعا عن أكاديميات النادي الأهلي لكرة القدم والأكاديميات المختلفة وكل الإنشاءات والتطويرات داخل هذا الفرع بمدينة نصر. هانا صباح الخير عليكي وصبحنا على ضيفك العزيز، أهلا بيكم. يا صباح الخير عليكم يا كريم ويا نهواندو على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل النادي الأهلي، وزي ما عودناكم دايما في 10 الصبح في الأهلي بنكون مهتمين ان احنا ننقل لكم اخبار النادي الأهلي، والنهارده الفقرة هتكون مختلفة. يعني احنا بنكون مهتمين ان احنا ننقل لكم اخبار 3 فروع النادي، سواء المقر في الجزيرة، فرع الشيخ زايد، او فرع مدينة نصر. وعشان كده يا كريم زي ما قلت هيكون معايا اللواء احمد النحاس مدير فرع مدينة نصر عشان يكلمنا عن اخر التطورات داخل الفرع. في البدايه طبعا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز حضرتك تكلمنا عن اخر التطورات داخل الفرع، خصوصا انه خلاص في غضون ايام قليله جدا هيتم افتتاح الجراج اللي يمكن كان مطلب عند جميع اعضاء فرع مدينه نصر. صباح الخير يا استاذه هنا، برحب بيك وبرحب بقناه النادي الاهلي، برحب بزمايلنا في الاستوديو الاستاذ كريم والاستاذه نهواند. طبعا انتوا يعني مش اول مره تزورونا، ويمكن يعني الاداه الحقيقيه لإبراز كل التطورات اللي بتحصل عندنا في فرع مدينة نصر والمقر والأفرع الأخرى، أنتوا شريك أساسي وحقيقي في المنظومة دي. يمكن الحمد لله إحنا الفترة دي لو هبتدي بمنطقة الجراج زي ما حضرتك قلتي، إحنا بنحقق إنجاز طال انتظاره من أكثر من 25 سنة أو 30 سنة. يمكن النهاردة زي ما إحنا شايفين الطفرة الإنشائية اللي بتشهدها الدولة المصرية بشكل عام، والدور المجتمعي والسياسي اللي بيمثله المنظومة النادي الأهلي، أعضاء مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب، مصممين أن احنا نواكب الاتجاهات العامة للدولة، وده دورنا الحقيقي في الدولة المصرية كأقوى منظومة رياضية على مستوى مصر. يمكن الجراج كان مطلب رئيسي لأعضاء الجمعية العمومية و المترددين على النادي الأهلي من محبي النادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي. زي ما حضرتك قلتي كده، إحنا عندنا في غضون أيام بنحقق حلم طال انتظاره فترة طويلة جدا، في تفاصيل كتيرة جدا، إدارات معنية بذلت مجهود غير طبيعي إن إحنا نوصل للمرحلة اللي إحنا فيها دي ونبقى على مشارف الافتتاح إن شاء الله بإذن الله. متابعة شبه يومية من الأستاذ الدكتور القائم بأعمال المدير التنفيذي، يمكن يوميا في اتصال تليفوني والتأكيد على ضرورة المتابعة مع الإدارات المعنية وعلى رأسها الإدارة الهندسية المستشار الهندسي للنادي الأستاذ سامح علي كامل. يمكن دكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي كان على آخر اتصال امبارح بنتواصل على آخر تطورات الخاصة بالجراج، وسردنا بشكل تفصيلي عمليات التطور اللي على قدم وساق يوميا. مجلس الإدارة الأخير أعتقد كل المتابعين للنادي الأهلي وأعضاء النادي الأهلي تابعوا أن في اهتمام شديد جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لسرعة إنجاز الأعمال في منطقة الجراج والافتتاح بشكل رسمي، لأنه أصبح بحكم التطورات الإنشائية اللي بتشهدها مناطق القاهرة وجمهورية مصر العربية وعلى رأسها مناطق مدينة نصر أو المناطق إن احنا مرتبطين بها بشكل أو بآخر، أصبح إن احنا بنصارع ونسابق الزمن إن احنا نفتح جراج أو مكان انتظار لأعضاء النادي الأهلي. أعتقد إن هو هيبقى طفرة وخطوة حقيقية من إنجازات النادي الأهلي اللي شاهدها. يمكن أنا بقول إن احنا أسعد حظا في الفترة الأخيرة كفرع مدينة نصر في الطفرة الإنشائية العامة اللي احنا بنشوفها في النادي الأهلي، إن هتبقى نهايتها بمناطق الجراج ومنطقة تطوير كاملة لكل المنطقة المحيطة بالجراج. مجلس إدارة النادي الأهلي لو بيفكر إن هو يوجد خدمة معينة طال انتظارها، في نفس التوقيت كابتن محمود الخطيب بيبقى عنده الرؤية ان هو ينظر للخدمات اللي ممكن بشكل او باخر عضو النادي الاهلي في المنطقة دي تحديدا، لان خلي بال حضرتك احنا
بعد افتتاح الجراج هيبقى عندنا الجراج هو المدخل الرئيسي لعضو النادي الأهلي. بحكم انتظار العربيات في المنطقة دي هيقل الكثافات شوية على بوابات النادي الأهلي، سواء البوابة الرئيسية أو البوابة الخلفية. ففي تصور محترم جدا يمكن هيتم إعلانه وفقا للوقت اللي يحدده مجلس الإدارة إن شاء الله بإذن الله، مع افتتاح النادي مناطق خدمات كاملة، استئناف أعمال في مناطق السور. يمكن احنا دلوقتي لما بنمر في منطقة مدينة نصر بالكامل بيلفت نظرنا سور النادي الأهلي مدينة نصر، شكل راقي بيليق بالدولة المصرية، بيليق بالتطورات الإنشائية الدولة المصرية والقيادة السياسية على قدم وساق بشكل يومي، مرور لكافة القيادات من 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 أعلى المستويات لأقل المستويات. زمايلنا في الإدارة العامة للمرور باذلين جهد خارق في توفير الالتزام والشكل العام والحفاظ على الشكل العام لشوارع النادي، للشوارع المحيطة بالنادي الأهلي، سواء حسن المأمون أو طريق النصر أو شارع الطاقة. يعني أعتقد أن احنا الحمد لله بفضل الله كلنا كمنظومة نادي الأهلي والعاملين في نادي الأهلي بنعيش لحظات جميلة ولحظات تاريخية. أعتقد كل أبناء الأهلي بيفخروا أن هم المتواجدين في الفترة دي، أن هم متواجدين في فترة الإنجازات دي اللي أعتقد على مدار السنين اللي فاتت ما حصلش الطفرة الإنشائية دي بالشكل الكبير اللي احنا شايفينه. عايزين ننتقل بقى للجانب الرياضي، ويمكن ده احد الاشياء اللي بتميز فرع مدينه نصر، تدريبات الفرق المختلفه سواء ناشئين كره القدم، تنس الطاوله، وكمان الاكاديميات المختلفه. عايزين نتكلم عن اهتمام فرع مدينه نصر بالرياضه. طبعا احنا فرع مدينه نصر يمكن وده مش معروف لناس كتير، احنا بنسبه حوالي 85% من النشاط الرياضي على مستوى النادي الاهلي متواجد عندي في مدينه نصر. بمعنى قطاعات الناشئين والشباب والاكاديميات بالكامل متواجده عندي في فرع مدينه نصر، جهاز قطاع ناشئين للكوره متواجد عندي في مدينه نصر، الالعاب الجماعيه سواء كره اليد او كره الطايره او السله نشاطاتهم بالكامل، سواء المنافسات الرسميه او التدريبات متواجده عندي في مدينه نصر. ويمكن ده اعتقد ان يمكن رؤيه مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب كان فيها اهتمام بفرع مدينه نصر بشكل كبير، بحكم يعني توافد الاعضاء بشكل كبير جدا. اعتقد ان هو بيمثل نسبه اكبر شويه من مقر الجزيره وفرع الشيخ زايد، بحكم اللي حضرتك قلتيه ان انا النشاط الرياضي واخد حيز كبير جدا من اهتمامنا. منظومه نشاط رياضي برئاسه كابتن رؤوف عبد القادر منظومه محترمه جدا، عندنا عناصر سواء على المستوى الفني او المستوى الاداري فعلا يشهد لهم بالكفاءة. احنا كإدارة تنفيذية فخورين جدا بتواجدهم، لان بيبقى فيه هدك عالي جدا ولود عالي جدا عليهم. كل المنافسات الرسمية وكل المباريات اللي بيحددها الاتحادات الرياضية للألعاب اللي انا قلت لحضرتك عليها، اضافة بلعبة الكاراتيه والألعاب الفردية بشكل عام، ألعاب الماء، السباحة بالكامل، قطاعات الأكاديميات، قطاعات فرق الناشئين والشباب متواجدة عندي في مدينة نصر. اعتقد من حقهم ان احنا نبرز المجهود ده. يمكن مشاكل قليله جدا اللي بتجيلي من القطاع الرياضي بشكل عام، وده اكبر دليل ان من اصغر عامل لاكبر مدير موجود في منظومه النشاط الرياضي داخل مدينه نصر وعلى مستوى النادي الاهلي بشكل عام، اعتقد ان هم على قدر المسؤوليه، بيشوفوا المهام بتاعتهم بشكل مسؤول بشخصيه النادي الاهلي. وده برضو يعني بيخليني اقول ان في اهتمام الشكل الانشائي عندنا منقسم لشقين، انشاءات جديده ورفع كفاءه مناطق كبيره جدا عندي. رفع كفاءه يعني اعيد تاهيل الاماكن دي بالشكل اللي يليق بمنظومه النادي الاهلي، وده يمكن اللي خلى كل الاتحادات الرياضيه او نسبه كبيره جدا من الاتحادات الرياضيه بتفضل ان يبقى اماكن اقامه الاوفيشال تورنمنتس او المنافسات الرسميه داخل فرع مدينه نصر. ده اكبر دليل ان في طفره على المجال الانشائي، طفره على مجال صيانه الاماكن اللي موجوده داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، ودي شهاده احنا جميعا نفتخر بيها. احنا عندنا في فرع مدينه نصر يعني مع كامل احترامي وتقديري قصه المناصب او الالقاب احنا بننساها تماما، كلنا تيم عمل واحد، كلنا بنكمل بعض، مفيش عمل
بيتم عن طريق فرد إدارات منفصلة مكونة من رؤساء أقسام ومديرين على أعلى مستوى من الحرفية وتقدير المسؤولية وتقدير حجم النادي الأهلي، خاصة في الفترة دي إحنا محطة أنظار العالم العربي والعالم الأفريقي بإنجازاتنا، سواء الإنجازات الرياضية أو الإنجازات الإنشائية. بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء. ده كان لقائي مع اللواء أحمد النحاس مدير فرع مدينة نصر، وكان بيكلمنا طبعا عن آخر التطورات داخل الفرع. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر ليك يا هنا، وكل الشكر لسيادة اللواء، صباح الفل عليكم. والحقيقة كان لقاء مثمر جدا وبناء وكمان مفيد، لأن احنا عرفنا كتير من التفاصيل فيما يتعلق بالتطورات المستمرة في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. والحقيقة ملف الجراج ده لوحده حدوتة كبيرة جدا، وهتحل أزمة رهيبة طبعاً. لأن أكتر من 1000 سيارة. صح. إحنا اتكلمنا هنا في أول البرنامج خالص في الحلقات الأولى عن الجراج، وقلنا إن هو كل يوم الشغل بيتم على الأرض، وهنوري حضراتكم الجديد. والحمد لله النهاردة بنتكلم إن خلاص الجراج ده يعني هيتم الانتهاء منه، في حاجة أعتقد محترمة جدا. وكمان سيادة اللواء يعني إن هو كمان يدينا نظرة كده مبسطة عن ما يدور هناك، أعتقد دي برضو صورة حية للناس عشان تكون عارفة. وأنت المفروض كنت وعدني إن إحنا هنروح تعزمني على الغداء. والله والله يعني مش مشكلة بس يعني، إن شاء الله تتكتب. عيد ميلادي الجاي بقى. لا عيد ميلادك ليه؟ الله في ويك إند مثلا إن شاء الله. أنا سامع كمان إن في الفرع هناك في مطاعم زي الفل. لازم نروح فعلا. نشكرك جدا.